السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم سلوكيات صائم. من سلوكيات الصائم الراقية أن يتعلم أن هناك أمور الله سبحانه وتعالى طرحها لنفعلها جميعا، وهناك أمور جعلها الله سبحانه وتعالى مختلفة بيننا وبين بعض، زي الآية ما بتقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. إذن فهناك أمور إحنا بنصوم في وقت واحد، شهر واحد اسمه شهر رمضان، والصيام بين الفجر إلى المغرب، ده صحيح، لكن في الوقت نفسه هناك أمور مختلفة. في واحد عبادته يجب عليه الصيام، وفي واحد يحرم عليه الصيام، زي المرأة في وقت الظروف الخاصة والعادة وكذا يحرم عليها الصيام، وفيه واحد يجوز له الصيام، وفي حد لا يجوز له الصيام زي حالة المرأة، وهكذا. تجد ان فيه ربنا سبحانه وتعالى نوع في وقت واحد بين الناس حتى في العبادة. يعني بعض الناس لما يشتكي انه نفسه يصوم بس مش قادر، لان خصوصا لما يكون الحالة الصحية ما عادش تساعده على الصيام، وبقت عبادته هنا الفدية، انه يفدي عن الايام اللي بقت عبادته الفدية، بقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبه بعبادة اخرى، وكأن الله سبحانه وتعالى بيخرجه من نفسه الى مراد الله عز وجل. المقصود أن زي ما هناك أمور مشتركة للجميع فيها، في أمور بيننا وبين بعض اختلاف، زي الاختلاف بالضبط في اللغات والأجناس في ذكر وأنثى، وفي اختلاف أيضا بين الإنسان في العبادات وفي الأديان وفي المذاهب الاختلاف. وكأن الصيام يعلمك أنك لست عليهم بمسيطر، أنك لست بوابا على باب الله سبحانه وتعالى. إذن فالاختلاف هو تنوع أراده الله سبحانه وتعالى بين خلقه، وقدر الله سبحانه وتعالى فينا. ومن مظاهر إفادة الإنسان من العبادات ومن العقائد أن يحترم قدر الله سبحانه وتعالى في خلقه، فيحترم اختلافهم في عقائدهم، اختلافهم في مذاهبهم، اختلافهم في أديانهم. هذا محل احترام ينبغي أن يتمسك الإنسان به إذا أراد أن يستفيد من مدرسة الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. شكرا لحضراتكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله من سلوكيات صائم.